مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم رمضانيات، اللي من خلاله كنطرحوا أسئلة دينية وكيجاوبونا عليها الناس وكنختبروا معلوماتهم الدينية. سؤالنا اليوم هو: ما هي أعظم سورة في القرآن؟ باش نعرفوا الجواب خليكم معنا. ما هي أعظم سورة في القرآن؟ المهم كاع سورة الأرقان هما زعما كلهم عندهم العظميات ديالهم، ولكن الخاصية سورة يوسف على ما أعتقد. يمكن البقرة. هو القرآن كلام الله كله عظيم، أعظم سورة في القرآن كاينة أم القرآن هي الفاتحة أولا، ثانيا آية كرسي. بارك الله عليك، إذن هي سورة الفاتحة وربحتي معنا هدية رمزية. شكرا شكرا، الله يعاونكم. سورة ياسين، آية كرسي. حقيقة القرآن كله يعني الصور عندها أهميتها وعندها دلالة، وكله القرآن الكريم عادل، والفاتحة يعني هي اللي كان الفاتحة، فاتحة القرآن. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك أستاذ، وربحتي معنا جائزة رمزية باش تذكرنا ورمضان. شكرا لله. سورة البقرة عظم سورة في القرآن، كنظن وقال سورة ياسين، لكن هذاك القلب القرآن. أعظم سورة، سورة البقرة. سؤالنا مشاهدينا الكرام كان هو: ما هي أعظم سورة في القرآن؟ والجواب هو سورة الفاتحة، اللي هي فاتحة القرآن وكنقولوها في جميع مناسباتنا. البعض استطاع أنه يجاوب والبعض ما عرفش، لأن القرآن كله عظيم وعطونا أسماء ديال صور عديدة. على أمل أننا نلقاكم في حلقة أخرى، دمتم في أمان الله.